فقرة أرقام سعودية سنتعرف على أول مدافع يسجل هاتريك في تاريخ الدوري السعودي والذي بصم عليه مدافع ضمك الجزائري فاروق الشافعي. حمزة بن جدو مع كل التفاصيل نتابع. في الجولة 24 من موسم 2020-2021 كتب اللاعب الجزائري لنادي ضمك فاروق شافعي التاريخ بعد أن سجل 3 أهداف في شباك المضيف أبها ليصبح بذلك أول مدافع بالدوري السعودي يسجل هاتريك منذ إقرار نظام الاحتراف في الدوري السعودي موسم 2008-2009. جيت نتكلم ونقول لكم اللي كان لي الشرف اني كنت اول مدافع في الدوري السعودي يسجل هاتريك، وفي مباراة اللي فزنا فيها هذيك المباراة وكانت مباراة ديربي ضد ابها. الحمد لله يا ربي، نشكر زملائي ونشكر الفريق اللي ساعدوني كثير. ان شاء الله ربما ان شاء الله ليش لا السنة هذه نعاود نسويها، وان شاء الله نوعدوا جماهيرنا بلا حسوا كل شيء ونقاتلوا لاخر فرصة، إن شاء الله السنة هذه تكون أفضل من السنة اللي راحت بإذن الله. شافعي قاد فريقه ضمك للتغلب على نادي أبها 4-3. ثلاثية لاعب مولودية الجزائر واتحاد العاصمة السابق جاءت في الدقائق 10، 42، 92 مضاعفا رصيده من الأهداف إلى 6 أهداف في الدوري. هاتريك رقم 13 لموسم 2020-2021 من الدوري السعودي كتب له أن يكون تاريخيا وبأقدام مدافع. خطف به شافعي الأضواء وكان انعكاسا جيدا لمستويات كبيرة يقدمها فاروق مع ناديه بعد أن ساهم بقسط كبير في بقاء فريقه ضمن دور الأضواء. حمزة بن جدو صدى الملاعب.